سوف نقوم الآن بشرح شاشة إلغاء الترحيل في برنامج المحاسب الأول. يتم الدخول إلى هذه الشاشة من قائمة التحكم إلغاء الترحيل. في البداية ماذا يقصد بإلغاء الترحيل؟ نحن نعلم أن عملية ترحيل السندات أو العمليات يقصد بها التأثير المالي على الحسابات، أي أن تظهر أثر هذه العملية في حساب المتأثر عند طباعة كشفه. وإلغاء الترحيل معناته إلغاء ذلك التأثير المالي. سوف نقوم الآن بضرب مثال بسيط. لنفرض جدلا أن قمنا بسداد مبلغ معين إلى شركة القمة كدفعة من الحساب، مثلا سند صرف، الضغط على زر إضافة، مثلا نقدا، نحدد الصندوق بالضغط على F9 مثلا صندوق ريال يمني، المبلغ مثلا 50,000 ريال. نقوم بإنزال الحساب إما عن طريق البحث عن طريق الرقم أو عن طريق الاسم، مثلا نكتب القمة ثم F9، يظهر الحساب، نضغط عليه مرتين كي ينزل، ثم نكتب دفعة من الحساب، دفعة من الحساب مبلغ 50,000 ريال. نقوم بعملية الآن الحفظ، ثم نقوم بعملية التأثير المالي الترحيل. إذا لم نرحل يا إخوان وقمنا بطباعة كشف حساب شركة القمة، مثلا القمة، شركة القمة، وقلنا مثلا بتحديد تاريخ الطباعة مثلا 30/9 كمثال، ثم طبعنا، نلاحظ أن الكشف لا يظهر، أو أن سند الصرف لا يظهر في كشف حساب شركة القمة، لا يظهر. نلاحظ لماذا؟ لأننا لم نقم بعملية ترحيل. السند تم في تاريخ 18/9، لا يظهر. من أجل أن يظهر في كشف الحساب لابد أن نقوم بعملية التأثير المالي من خلال ترحيل سند صرف، تحديد الصندوق، نقوم بتشفير تاريخ 18، ثم نقوم بعملية إيش؟ الحفظ، ترحيل. الآن أثرنا مالين، سوف يظهر في كشف الحساب. لنفرض جدلا أننا نريد أن نعدل معلومة معينة في سند الصرف الذي عملنا. عند الدخول العمليات سندات الصرف والبحث، يتم الضغط على زر البحث ثم الضغط على نقدا، ثم نحدد مثلا الصندوق، نجعل المؤشر عند رقم المستند، ثم F9. نلاحظ يا شباب أن السند رقم 4 ليس موجودا لأننا قمنا بعمليات ترحيل. ومن أجل أن نقوم بإظهار رقم السند 4 والقيام بعملية تعديل، لابد أن نذهب إلى عملية إلغاء الترحيل. إلغاء الترحيل يعني إلغاء التأثير المالي وإمكانية التعديل، لأن السندات المرحلة لا يمكن تعديلها. نقوم بالضغط على سند نقدية، سند صرف، رقم الصندوق 1، نلغي الترحيل على السند رقم 4، إلغاء الترحيل، ثم نعود مرة أخرى إلى شاشة السندات صرف، نبحث على السند رقم 4 الذي قمنا بعملية إلغاء ترحيله، نجعل المؤشر عند رقم المستند، ثم F9، نلاحظ أن السند رقم 4 تم إلغاء ترحيله، ونستطيع الآن عملية التعديل كيفما نشاء. ويتم تطبيق إلغاء الترحيل على باقي جميع الشاشات الظاهرة أمامنا بنفس الطريقة. ففواتير المبيعات فقط نقوم بتحديد الفاتورة التي نريد إلغائها ونقوم بالتأشير عليها كي لا تتأثر ماليا. شكرا.